هو أكبر أعداء العلم؟ الجواب باختصار، الدين هو أكبر أعداء العلم، بل هو أيضا أكبر أعداء الثقافة. الشك العلمي لا يمكن أن يتأقلم مع اليقين الديني، والتاريخ يثبت هذا القول. العلم يقوم على أسس التجربة والبرهان، وهذا هذه الأسس تهد بطبيعتها أسس الدين القائم كما نعرف على التعصب والإيمان. هذه النظرية تفسر سر ارتباط الجهل والتخلف بالدين، وسر عداء المستمر لكل ما هو معرفي وعلمي وثقافي. ماذا يعادي الدين الثقافة؟ لأن الثقافة تنتصر للفرد وتركز دائما على الإنسان، وطبعا هذا منافي للدين. الدين بطبيعته يحقر الإنسان. بناء على هذا، الثقافة تعتبر شيء خطر جدا على الدين. لماذا؟ لأنها تقوض مشروعه بالكامل. الدين هدفه أنه يحقق سلطة، يحقق ثبات، هو يكره التغيير. الدين الشخصي هذه أسطورة اخترعها العلمانيون، لأنه نخلط بين العلم وبين لا أنا محترمين العلم من جهة، ولا أنا محترمين الدين. يعني عندما قال يكون هناك مرض كورونا، أكو فيروس، أنت ما تجي تقول له لا ماكو فيروس، أكو قدرة الله هي اللي خلصها من الفيروس. يعني ما ممكن، بدليل أنه رجال الدين عندما يتمرض يروح المستشفى ويأخذ لقاح. على اللقاح من سوا؟ سوا العلم. كل مسائل الدين الأساسية بعد ما لها حاجة، يعني الدين انتهى، يعني عمليا انتهى. يعني أصلا الموجود أيضا ليس بدين، هذا الموجود هو عبارة عن حركات سياسية تتخذ تطمح للسلطة حال أي حزب سياسي. ما جدوى طرح مثل هذه الأسئلة الآن؟ في نهاية الفيديو سنوضح ما الذي سنجنيه من هذا الكلام. ما هو أكبر أعداء العلم؟ الجواب باختصار، الدين هو أكبر أعداء العلم، بل هو أيضا أكبر أعداء الثقافة. ربما يزعل البعض لأنهم يرغبون بجمع بينهما، لكن هذه هي الحقيقة، هذه هي طبيعة الدين. والسبب بعيدا عن كلام المتملقين والمرتعين للحقائق والذين يخلطون بين المفاهيم، السبب هو أن خطر الثقافة والعلم على الدين معروف، فهذا شك وذلك يقين، واليقين الديني لا بد أن يتعارض مع أي شك. معنى آخر، أن الشك العلمي لا يمكن أن يتأقلم مع اليقين الديني، والتاريخ يثبت هذا القول. بعبارة أخرى، نهاية العلم هو يقين، أو غاية العلم هو اليقين، لكنه لن يصل إلى هذه المرحلة مهما كان لقدراتنا العقلية المحدودة. لكن المشكلة وين؟ أنه إحنا نخلط بيناتهم ومرد نفرط بأي واحد منهم، لأن إحنا نعرف بأنه العلم الآن أصبح هو قضية العصر، ولا يمكن لأي شعب وأي دولة وأي إنسان أن يتخلى عن العلم، أو هو لأنه موجود في حياتنا بشكل يعني يفوق الوصف، أنه لا يمكن. ملاحظة لابد أن أذكر بها، بأنني أحاول دائما أن أقدم قضايا إشكالية تؤثر على حياتنا بشكل خطير، وهذه القضايا تسمح لنا على الأقل أنه فك الاشتباك بين المصطلحات والأفكار والمفاهيم، حتى بعد ذلك كل إنسان يعرف كيف يفكر. الآن أوضح أكثر لماذا أقول بأن الدين يتعارض مع العلم. أنا أعتقد العلة هي في أن جوهر الدين يزدحم بالثوابت والمعاني المطلقة، بدءا من الإله الكامل الخالد، وانتهاء بأنبيائه المعصومين، ومرورا بنصوصه المقدسة المطلقة. هكذا يبدو الدين وكأنه نسخة رديئة من مثل أفلاطون الفلسفية، وهي مثل كان أفلاطون وضعها بالقرن الخامس قبل الميلاد، وأثرت على التاريخ بأكمله بعد ذلك، لأنه هو المثل الأفلاطونية انتقلت بعد ذلك عبر الأفلاطونية المحدثة في مناطق الشام وبيزنطة وفارس ومصر القديمة، وأنتجت بعد ذلك اليهودية الوسيطة اللي ما قبل الميلاد بقرن وقرنين، وما بعد الميلاد أيضا قرن وقرنين، ومن أتها اختلطت المذاهب والأديان الغنوصية والمعتقدات المختلفة المعنوية وغيرها، وأسست لنا المسيحية ووضع اللي نعرفها الآن، وبعد ذلك خلقت لنا الدين الإسلامي.
هذا كله هو كان نتاج المثل الأفلاطونية. على هذا الأساس نرجع نقول بأن العلم ليش نقول أكو فرق أكو عداء مستحكم بين العلم والدين، لأنهما أحدهما ينفي الآخر، لا يمكن أن يلتقيا مع بعض. القضية الأساسية قلتها بأنه العلم يقوم على أسس التجربة والبرهان، وهذا هذه الأسس تهد بطبيعتها أسس الدين القائم كما نعرف على التعصب والإيمان، بل أن الدين يرفض الواقع الأرضي الذي نعيشه جميعا وهذا العالم اللي يعتبره عالم أدنى بشكل كامل، يعتبر أن هذا العالم دنيا متاع ويجب الدار الآخرة هي الدار الباقية والدار الأفضل. والسبب أنا برأيي أنه الدين أنه العالم والأشياء والكون والإنسان والحياة والوجود عموما متغير ولا يستطيع أن يثبت على حال، وهو بالتالي غير جدير بالثقة. والحل الأسلم للإنسان أو الخلاص، وبالمناسبة معظم الأديان تتحدث عن الخلاص أو هي جوهر حركة الخلاص، هذا الخلاص يتلخص بأنه اليقين افتراض واقع مختلف عن الواقع الذي نعيشه، وهذا الواقع بالتأكيد يعني تشتغل المخيلة وتخلق من عنده عالم خرافي يفترض بأنه هو الثبات من عبره يتم القضاء على المتغيرات وتحقيق الثبات المطلق والكمال. ثالثا أنا أقول بأنه هذا الأمر أدى إلى نشوف صراع حاد بين الثوابت والمتغيرات، أو أسميها بنظرية الصراع بين الثابت والمتغير. هذه النظرية تفسر سر ارتباط الجهل والتخلف بالدين، وسر عداء المستمر لكل ما هو معرفي وعلمي وثقافي. على هذا الأساس قضية الدين لا علاقة لها مباشرة بالماضي والأصول كما يطرح عديد من النظريات. نشأة الدين تطرح أنه الدين العلاقة بالعودة الأبدي، ويحاول الإنسان دائما العودة للأصول إلى الأب الأول أو الجد. نظريات كثيرة فلسفية واجتماعية وأنثروبولوجية معروفة، ممكن أنا أسوي حلقة خاصة بها، لكن هي هذه بعض المعظمة تحدث أنه الإنسان عنده رغبة بالعودة الأبدي إلى الأصول، وهذه العملية دوامة الدوران من الماضي إلى المستقبل إلى الحاضر. أنا أقول لا، القضية ليست عودة للماضي، قضية أنه هذه العودة لازم نمضي أبعد لتفسير سبب هذه العودة، ونقول بأنه هذه العودة هي تبدو العودة للماضي ليس عودة للماضي بحد ذاته، إنما لأنها عودة إلى ما هو ثابت ولا ما هو مطلق وغير قابل لأن يتغير أو يتعرض لعوامل ما يسميه الدين الفساد، أو هو الفساد الأنتروبي بالطبيعة وبالوجود والفيزياء، أنه دائما الأشياء تنحدر إلى باتجاه الفوضى وليس باتجاه الاتحاد والاستقرار، لأنه هذا قانون طبيعي. هنا أنا نظرية يعني الثابت والمتغير، أو نظرية أسميها نظرية التثبيت، وهذا أنا أشتغل عليها حاليا، أنه هاي النظرية تقول بأنه إحنا الإنسان لا يستطيع الحياة ولا يستطيع العمل ولا يستطيع التفكير إلا بوجود خلفية يتحرك من خلالها. هاي الخلفية الإنسان مضطر، ليس أمر اختياري، وليس الإنسان فقط، كل كائن حي لابد أن يشكل خلفية أو باكراوند أو مرتكز أو جدار يتكئ عليه لكي ينطلق ويتحرك ضمن العالم. الباكراوند هذا اللي أو السند لابد أن يحقق الإنسان أو أي كائن، لابد أن يحقق حتى بعد ذلك يستطيع النظر العالم ويقيس الأشياء من خلاله. عملية لها علاقة بالريفرنسز بالفيزياء مثلا. المهم هذا الموضوع كبير أتناوله فيما بعد. اللي أقصده بأنه الدين هكذا، أنه ما له علاقة بالماضي إلا علاقة بالثوابت، وهاي المسألة مثل ما قلت الماضي هو منجز ومحسوم، أما إذا كانت هناك أمور غير محسومة تاريخيا مثلا، فالدين يضطر أو معظم رجال الدين يضطرون إلى أن يحسموا المواضيع التي ما زالت تثير لغط وخلافات ويحدد نتائجها بشكل نهائي. وطبعا هو ثمنها مو سهل، لانه ثمنها
هناك يعني تيارات تطلع داخل الدين ترفض هذا المعنى الثابت، ومما يؤدي الى نشوء فرق ومذاهب دينيه مختلفه وربما اديان جديده. وهذا اللي حصل فعلا، يعني المسيحيه ظهرت عن طريق اليهوديه، واديان اخرى الغنوصيه والمانويه كان من خضم صراع بين مختلف انواع التيارات. هذا الصراع هو بالأدى الى ظهور المسيحيه وانتصارها، ظهور اكثر من دين بالمناسبه، دين المانويه والمسيحيه، واستمر الصراع بيناتهم لقرون طويله. هذا الصراع ادى بالنتيجه لانتصار المسيحيه بعد ان تبنتها السلطه السياسيه الرومانيه. هذا ايضا حتى اكد على هاي فكره الصراع، انه دائما الدين يؤدي يبحث عن يقين واحد. عندما نجي على القران مثلا على الدين الاسلامي نشاهد، حتى للتشجيع على هذا الكلام، نشاهد بان الاسلام ياخذ من القران معنى واحد، مع العلم انه القران نفسه يقول انه هو بحر لا يمكن، لو صرفت مداد الحبر مداد لا ما لا نهايه لن ينفذ كلام ربنا ومعانيه. فهم مع هذا الفقهاء دائما ياتون الى الايات والى التفاسير ويعطونك تفسير واحد، وكل من يشل عن هذا التفسير سيقام عليه الحد او ينفى او يطرد او يكفر او اي شيء. المهم دائما القران او النص المقدس هو له معنى واحد، وليس معنى مفتوح ويتقبل الانسان بالطريقه اللي هو يعني هو يستوعبها او هو يرغب بها، يعني مو كيف. المهم الانسان يقرا كما قرا المفسر وكما قرا يعني عميد الدين او قائم على هذا الدين من رجال يعني من رجال الكبار المعاصرين له او الميت او المتوفي. الان ننتقل الى الموضوع الرابع، وهو لماذا يعادي الدين الثقافه؟ تحدثنا عن معادات الدين للعلم، الان اتحدث عن معادات الدين للثقافه. الجواب انه ببساطه، الجواب ببساطه لان الثقافه تنتصر للفرد وتركز دائما على الانسان، انها تحتفي بالانسان، تحترمه وتقدر خصوصيته. وطبعا هذا منافي للدين. الدين بطبيعته يحتقر الانسان، ولا لانه يعني هو لا يقوم الدين اصلا الا على جماجم واجساد العبيد والاقنام، اي هناك عبوديه واقنام تابعون للدين لاديان، وهنالك تيارات ثقافيه تبحث عن الانسان. بناء على هذا الثقافه تعتبر شيء خطر جدا على الدين. لماذا؟ لانها تقوض مشروعه بالكامل. فهي الثقافة يعني لا تتشكل إلا استجابة للمتغيرات على اختلافها. تفاعلها جميعا هو اللي يخلق التنوع داخل المجتمع البشري. دون هذا التفاعل الثقافي، التلاقى بين الأفراد وخصوصياتهم وطبائعهم يعني ورغباتهم وهواياتهم وأساليبهم في الحياة، هاي كل المحصلة نسميها ثقافة. هذا كله يفسر رفض الدين لأي مناسبة ثقافية أو شعبية. يعني إحنا نباوع نشوف إنه الدين دائما يرفض أي مناسبة خارج إطار السلطة الدينية. يعني أي شيء، مثلا نأخذ مثال الرقص. الرقص الدين يرفض الرقص نهائيا، يرفض الغناء مثلا. هي ظاهرة ثقافية، لن نجد شعبا من الشعوب على الإطلاق الآن أو عبر التاريخ بأكمله لا تجد لديه فولكلور راقص او ثقافه راقصه او تقاليد في الرقص سواء للنساء او الرجال، لكن الدين يرفض هذا. لماذا؟ لانه خارج منطقه عمله. هو الدين يبحث عن سلطه، هاي السلطه لابد ان تنشا داخل الدين. ما حتى للتدليل على هذا الكلام انه نرى بانه هنالك رقص ديني، مع العلم هو يرفض الرقص، لكنه عندما يكون رقص في يخدم سلطة الدين لا بأس. إذن القضية الأساسية للدين هي فرض سلطة على الجميع وفرض يعني فرض الطاعة عليهم، وأي تعبير أو ممارسة أو سلوك خارج إطار الدين وموافقته وخيمته يعتبر
خروج على الدين. خامسا الى ان اقول بان الدين هو نظام ثقافي في النهاية. لكن الفرق وين؟ يعني الدين لا يمكن ان يأتي دين من لا شيء. هو الدين باكمله عندما يتأسس ويظهر هو يظهر عن طريق نظام ثقافي. لكن وين القضية؟ القضية حتى يحقق هذا الدين فكرة الثابت اللي هي موجودة غريزيا داخل الإنسان. هذه حتى يحقق هذا الاستقلال الكامل لابد أن ينعزل عن العوامل التي أنتجت هذا الدين. لابد من أن يقتل الأب الذي كان السبب في ظهوره. هنا فكرة قتل الأب تصبح مفهومة أكثر مما طرحها فرويد. في حسب وجهة نظري فكرة قتل الأب هي ليست أن هنالك أب ارتكبوا أولاده جريمة الزنا بحق أمهم أو كذا من هذا القبيل وقتلوا الأب بعد. سادسا أقول أنه ما جدوى هذا الحديث الآن. لماذا أتحدث بهذه الطريقة؟ أنا أقول أنه أولا فك الاشتباك بين المصطلحات والمفاهيم. وأول هذه المصطلحات وأهمها هو أن نعرف بأن العلم لا علاقة له بالدين. كلمة علم بالمناسبة هي أيضا لعبة يمارسها رجال الدين، يحبون ممارستها ويضحكون بها على العامة وعلى الناس اللي ما عندهم اطلاع. أنه العلم كلمة علم في الدين لا علاقة لها بالعلم الساينس اللي يعني العلوم الحديثة، لأنه العلم علم اللدني يسمونه، هو العلم الإلهيات ما له علاقة بعلم، وهذا علم الإلهيات هو علم ملفق، يعني لا يعني مو علم ملفق بالنسبة للعلم الساينس، لكن هو داخلهم عندهم علمهم الخاص، التسمية مصطلحهم الخاص هو إنه هذا علم هم يسمونه، وفعلا هو علم يعني عندما بس هو شنو علم داخل إطار الدين. هذا علم هو إنه مثلا أنا عندي علم اليوم مثلا علم بالسيارات مثلا، بس هو داخل السيارة هو يسوي علم داخل السيارة حتى يفحص إنه هذا الشيء له علاقة بهذا الشيء، هذا ما يصير هنا، هذا ما يصير داخلي. يعني يعني المصطلحات الدينية هم خلقوا عالم كامل ديني خاص، يعني مثل ما قلت إنه الديني يثبت موقف، يثبت نظرية خاصة به ويعتبرها هي اليقين المطلق، وداخل هذه النظرية تظهر أشياء. هو يعني يعتقد بأنه في الكون أكو خليقة وأكو أسطورة خلق وأكو فرائض وأكو حدود وأكو عقوبات وأكو كذا وأكو الناس أكو تفسير، هاي كلها هو بيناتها يشتغل داخل يعني التفصيلي. فيكون هنالك علوم حقيقية ربما، لكن هي كلها تشتغل في منطقة ما لها علاقة بالعلم. يعني أشبه بشخص يؤسس قصر ويؤسس جامعة على يعني على قصر في الريح، يعني ما موجود، ما شيء على علاقة بالحقيقة. يعني مو يقول إنه مصنع وتأسس نظرية علمية وبعد ذلك طلع من عنده الموبايل، هذا أسس مصنع والتصميمات وطلع من الموبايل، طلع من قمر صناعي، طلع من عنده، هذا شيء مختلف. الجدوى الثانية من هذا الحديث هو تقبل نتائج ما نقرره. ماذا أقصد بهذا القول؟ أقصد بأنه أهنا عندما نقول بأن العلم لا علاقة له بالدين وأنهما متعارضان، هذا علينا نتقبل هذه الحقيقة. الالتفاف عليها والخلط فيما بينها هي نتيجتها هذا اللي نعيشه الآن، التخلف المستمر في جميع الجوانب وال يعني تخبط في كل تفاصيل حياتنا، لأنه نخلط بين العلم وبين لا احنا محترمين العلم من جهة ولا احنا محترمين الدين. يعني هذا خلص، يعني شو تسوي؟ هي الحياة هيك، اما تكون تبجل العلم وحقائقه واكتشافاته ومنجزاته وايضا اقتراحاته ووصايا، او لا تقبل. يعني عندما قال يكون هناك مرض كورونا اكو فيروس، انت ما تجي تقول له لا ماكو فيروس، اكو قدرة الله هي اللي خلص من الفيروس، يعني ما ممكن، بدليل انه رجال الدين عندما يتمرض يروح المستشفى وياخذ لقاح. هذا اللقاح من سوا؟ سوا العلم. هنا تبين القضية، تبين انه اكو غيرة من الدين على ضد العلم، لانه العلم اثبت انه يقدم شيء حقيقي.
لكن تبقى لو العلم هو يبقى يفقد لا يمتلك قوة الدين. قوة الدين تكمل بقدرته على التجيش واستقطاب العامة وشلون أقول لك يعني يشكل دماغهم أو يغسل دماغهم أو يستقطب دماغهم باتجاه قيم معينة وتقاليد وأفكار خاصة به. العلم لا يستطيع هذا الشيء. العلم هو لأنه ليس لا يقوم على فكرة السلطة، يقوم على فكرة الحقيقة. وهذا شيء يعني تعارض، كان هذا واحدة من التعارضات الأخرى. يعني الفائدة الثالثة من هذا الفيديو أنه عدم السماح لأحد بأن يخلط الأمور علينا أو يضحك علينا بعبارة شعبية. ما أنا ما أسمح لأحد يضحك علينا. العلم شيء والدين شيء، ماكو شيء آخر. رابعا الجلوة الأخيرة عن الثقافة وتعارضها مع العلم. الثقافة حتى نعرف شو راح تقول، حتى والله الموضوع أكثر، الثقافة هي يسميها يعني المفكرين يسميها بناء الأحاسيس، وأنها أسلوب حياة، وبهذا المعنى هي تشمل كل ما يفعله الناس، يعني هي نتاج حرية. ولا تقوم طبعا الثقافة إلا على الحرية والحرية الفردية تحديدا. لا توجد يعني الثقافة هي تلاقح بين أفراد، كل إنسان عنده حريته الخاصة وعنده يعني ثقافته الخاصة. وهذا هنا يتضح خطر الثقافة على الدين، خطر هائل، لأن الثقافة هي ابنة الواقع وابنة الحياة وليست ابنة الأفكار المعدة مسبقا للتطبيق وبالقوة وبالعنف وبالفرض على مجاميع هائلة من الناس. يعني ولا كيف ممكن أن نتخيل بأنه الدين راح يعمل في وسط ثقافي مفتوح؟ يعني لا مكان له داخل هذا الوسط. الثقافة باختصار هي حرية وتجدد وانفتاح، والدين أيضا باختصار هو عبودية وانغلاق وانبطاح أيضا، يعني استسلام للواقع وتخلي عن الفردية وعن الحرية واستسلام لرجل الدين والكاهن والنصوص المقدسة والانضواء ضمن القطيع. المثقف بالنتيجة يبقى مثقف ولا يصبح متدين. أما المتدين فلا يمكن له أن يصبح مثقف، لأنه يعني ليس، لأنه أولا شيء مختلف عنه تماما، وثانيا هو ما يحتاج يكون مثقف، لكن هو ممكن أن يقبل وجود ثقافي داخل عالم الدين إذا كان هذا الثقافي يوفر له دعم تعبوي لسلطته. مثلاً يقبل وجود بعض الموسيقى، بعض الأناشيد، المقامات الغنائية، يقبل وجود عمليات رسم ونحت وزخرفة وخط، يقبلها لأن تفيده. لكن هو عندما تطلع برا ما عنده، لا ممنوع. أنا حتى أختم وأقول إنه أين المشكلة؟ المشكلة إحنا الكبرى وين؟ إحنا المشكلة استحالة اختفاء الحالتين، على وجود الثقافة ووجود الدين. الدين هو أصلا نتاج ثقافة، لكن هو ابن غير بار، هو الابن القاتل لأبيه، لكن هو ما يقدر، لازم يقتل أبيه يعني، ولا ما يكمل، ما يعني راح يبقى هو عائم ومائع وسط الثقافات المختلفة. فهو لابد أن يكون عنيف وقاتل، بالمناسبة قاتل. يعني فكرة قتل الأب الفرويدية هي ليست فكرة قتل الأب الحقيقي، قتل الثقافة التي أنتجت الأب. هو ليس الأب يعني الفيزيولوجي، يعني هو الأب الثقافي. قتل الثقافة الأم أو الأب، هذا قتلها هو اللي أسس الدين، وهو اللي أسس العقائد بالمناسبة. والآن نلاحظ أنه الشيوعية والماركسية ومختلف العرب حتى الفاشستية هي دائما ترفض الآخر وترفض الأب اللي هو أصلا هي أنتج الأب أنتجها. هاي عملية التلاقح بين الطرفين هي دائما تنتج عقائد فاسدة وعقائد تدمر المجتمعات وتلغي يعني تلغي الحريات والثقافات. هناك أيضا بالمناسبة من يدعي بأنه إمكانية الجمع بين الدين والعلم والثقافة، فهؤلاء أقول هؤلاء إما واهمون أو منافقون. العلم كما لا يخفى أصبح يعني شأن لا يمكن التغافل عنه كما قلت، لأنه يدخل في كل جانب من جوانب الحياة.
أما الثقافة فهي لم تعد يعني ما عادت شيء عادي، لأن هي صارت جزء رئيسي من حياة الإنسان المعاصر. يعني لا يمكن أن تكون أنت الآن عايش في العراق أو في تونس أو في مصر أو في أي بلد من العالم إذا ما تلتقي بالآخر. العالم أصبح قرية واحدة، الأجناس تتلاقح فيما بينها والثقافات، وإحنا يوميا نشوف أخبار المكسيك، أخبار أمريكا، أخبار اليابان. فأنا هؤلاء أصبحوا جزء من حياتنا، ما عاد إحنا مو قاعدين في مكان منعزل في صحراء أو في مدينة منعزل عن العالم، إنما العالم هو يدخلك في البيت وأنت جالس، لا تستطيع التخلي عنه. الدين يجب أن يتحول إلى قضية روحية، مسألة المسألة الشخصية، لأن يعني كل مسائل الدين الأساسية بعد ما لها حاجة، يعني ما يوفر الدين شيء إلا الراحة النفسية. ونوع من القناعة بأنه بعد الموت أنه يحل مشكلة الموت، لكن كل مسائل الدين الأخرى منها قضاء ويعني إدارة شؤون دولة إلى الحدود إلى يعني القوانين والأعراف والتقاليد، هكذا بعد ما يحتاج أن الإنسان الدين بيها. يعني الدين انتهى، يعني عمليا انتهى، يعني أصلا الموجود أيضا ليس بدين، هذا الموجود هو عبارة عن حركات سياسية تتخذ تطمح للسلطة حال أي حزب سياسي. باختصار، على الشعوب التي تختار الوقوف مع الدين أن تقبل بنصيبها من الظلم والفساد والنفاق والتخلف والاستبداد والعبودية للسلاطين أو رجال الدين، لأنه عندما تختار الدين أنت مرغم على أن ترفض العالم وترفض الحياة بأكملها وقوانين الحياة أو رغبات الحياة البسيطة، فلا بد أن تنافق، ما عندك حل آخر، هذا خيارك. فإذا ترفض الدين أو ترفض العلم عليك أن تقبل بالقانون، لا بد أن يعني ماكو حل آخر. الخلط بيناتهم وهذا التعمية ما يفيد بعض. أخلص وأقول أنه لا ثقافة راح تكف عن إنتاج مثقفيها الأحرار، ولا الدين راح يكف عن إنتاج متطرفيه الأبرار والمتسلطين والمستبدين الأخيار أو يدعون أنهم أخيار.